السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. هل سألت نفسك قبل كده ازاي الدهون بتخرج من الجسم؟ لو انت فاكر ان الدهون بتخرج من الجسم عن طريق الحمام ايا كان نوع الحمام هو ايه، فالكلام ده مش صح. الدهون عشان تخرج من الجسم بتخرج عن طريق التنفس، اللي هو التنفس. ليه؟ لان الدهون مكونه من ذرات معينه، انا مش عايز اخش في تفاصيلها وانا حتى كمان فاكرها. الذرات دي كل ما انت بتعمل يعني بتعمل انرجي او بتعمل قصدي اكسرسايز او بتعمل تمارين معينه، الاكسجين بيدخل فبيكسر في ذرات ايه الدهون اللي جوه. فالدهون بتخرج على هيئه اول اكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون، حتى مش فاكر هو ايه اساسا، بس هي بتخرج عن طريق التنفس. والدهون ما بتتحولش لعضلات، الدهون بتتحول لطاقة، الطاقة علشان تديك قوة علشان تعمل التمرين كويس. في تفاصيل كده معينة مش لازم نعرفها كويس، بس هي الفكرة كلها انك تعرف المعلومة او الكونسبت او المفهوم هو ايه. ان الدهون ما بتخرجش عن طريق الحمام ايا كان هو ايه، بتخرج عن طريق التنفس. طب حد ممكن يجي يقول لي طب ما احنا ممكن نعمل نقعد نعمل كده على طول. هيجي لك نوع معين اسمه هايبر فنتريشن، اللي هو يعني ويجي لك مثلا كوما او يجي لك يغمى عليك او حاجه زي كده، بخصوص ان انت مش تقدر تكمل الموضوع ده. فمن الافضل علشان تخس، علشان الدهون تخرج من جسمك، لازم تعمل تمرين قوي، لازم تحرق كتير. ومش شرط العرق يعني انت تخس، الدهون علشان تطلع لازم تعمل تمارين كتيره، ولازم تحط جسمك تحت ضغط علشان تشم اكسجين كتير، علشان يكسر الدهون، علشان تخرج، علشان تخس. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين. ولو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك واشتراك على القناة لو انت على اليوتيوب، او لو على التيك توك تعمل فولو للاكونت بتاعي. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.